إذاعة الرياض رمضان حياة. عيادة 9 على إذاعة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا بكم في عيادة 9. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم. أنا بدرية خالد معكم كل يوم في مثل هذا الوقت من الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت الرياض، والمدة نصف ساعة نتحاور فيها كذا معكم ومع ضيوفنا حول موضوع طبي يهم الصائمين، من إعداد نورة مطيري وإخراج بدر الشهري ووعد الدوسري. يسعدنا استقبال مشاركاتكم، يسعدنا استقبال أسئلتكم وتجاربكم على هاتف البرنامج 011-40-53. أحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج عيادة 9. اليوم بإذن الله راح نتكلم على موضوع جدا جدا مهم، ويمكن موجود في كل شخص وكل منزل يعني يشتكي منه، اللي هو موضوع الارتجاع المريئي. راح نتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفي العزيز الدكتور محمد آل شيف، الاستشاري في أمراض الباطنة وأمراض تخثر الدم. حياك الله الدكتور، يا هلا ويا مرحبا فيك. أهلين وسهلين، مساء النور على جميع المستمعين، ومبارك لكم العشر الأواخر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين، منا ومنكم ومن جميع المستمعين. يعني إحنا بالعادة يا دكتور في البداية نتناقش في دراسة نطرحها ونتناقش حول موضوعها. اليوم دراستنا تقول، دراستنا برازيلية اليوم تقول أن الانتشار العالمي لارتداد الحمض قد يصل إلى 11%، على وعلى ذلك يعاني ما يصل إلى 4% أو أكثر من 4% من سكان العالم من ارتداد الحمض مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. هذه الدراسة وجدت أيضا أن مرض الارتجاع المعدي المريئي قد يؤثر على أكثر من 7% من سكان العالم، يعني أغلبية سكان العالم يشتكون من الارتجاع المريئي أو ارتداد الحمض. ما تعليقك على ذلك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. طبعا تعقبا على الدراسة اللي ذكرتيها، أن ارتجاع الحمض من يعني أكثر الأمراض شيوعا في العالم، يعني أيضا دراسات أخرى تدعم الرقم، تصل من 10-15% عالميا ارتجاع الحامض. عندنا دراسات محلية ارتجاع الحامض يصل إلى أعلى من ذلك، إلى نسبة 40-45% دراسات محلية في المملكة. فهو مرض شائع، بل يعد من أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعا عندنا، إضافة إلى يعني هو اضطرابات الجهاز الهضمي العلوي. ايضا عندنا من الاضطرابات الشائعه اللي هو القولون العصبي وعسر الهضم، فهو مرض شائع جدا، واذا يعني لا يخلو شخص يعني لم يكون لديه نوع من، حتى لو ما كان عنده تشخيص ارتجاع الحامض، قد يعني حصلت له نوبه ارتجاع حامض مره واحده او اكثر يعني طول حياته، بسبب اللي هو العادات الغذائيه او نمط غذائي معين. طب يعني نبي نعرف إيش ممكن، يعني شرح مبسط عن الارتجاع المريئي، يعني حتى نوضحه كمان للسادة المستمعين أنه ما يختلط بين الارتجاع المريئي أو أي أمراض أخرى يا دكتور. نعم، الارتجاع المريئي أو الارتجاع المعدي المريئي نسميه إحنا ريفلاكس أو الجيرد بالإنجليزي، طبعا هو بسبب ناجم عن ارتجاع الحامض من المعدة إلى المريء. طبعا المريء هو أنبوب طوله 50 إلى 60 سنتيمتر، ويعني يربط بين نهاية الأنبوب أو المريء والمعدة الصمام،
صمام لا يسمح برجوع الحامض من المعدة إلى المريء، يعني باتجاه واحد فقط، باتجاه حركة اللي هو مرور الطعام، يعني من المريء إلى المعدة الاثنى عشر لمعة دقيقة وكذلك. طبعا عندما يرتجع الحامض بسبب ارتخاء الصمام اللي يربط بين المعدة والمريء يسبب اللي هو أعراض مزعجة رح نذكرها لاحقا. يعني سبحان الله، الحموضة، حموضة المعدة أو الحامض في المعدة أو العصارة المعدية، نسبة الحموضة عالية 1 إلى تقريبا 2.5%، تعتبر عالية جدا. ونسبة الحموضة في المريء حوالي 7 إلى 9.5%، يعني إحنا لما نقول 7 هذه الوسطية، نقطة الوسط، أكثر من 7 اللي هو قلوي، في عندنا قلوي أو قاعدي وفي عندنا الحامضي. فسبحان الله، المريء، بطانة المريء غير مهيئة لمقاومة الحامض، فعندما يصل الحامض إلى المريء نشعر بأعراض الحرقة اللي نسميها حرقة الفؤاد، التهاب في المريء، في بطانة المريء. سبحان الله، كأن واحد معاكس التيار، شفت لما واحد يعكس التيار، يمشي عكس التيار يسبب مشاكل، هو شأن الحامض. يعني الحامض عكس، يعني يمشي عكس التيار، ليس بالاتجاه اللي هو المعدة والاثنى عشر، يتجه يعاكس الاتجاه ويصعد إلى المريء. فلذلك بشكل مبسط جدا عشان نشرح للناس. أوكي. طب إيش ممكن تكون أعراضه؟ يعني هل معقولة تكون السعال أحد أعراضه يا دكتور؟ جميل، حلو. يعني في أعراض نموذجية الكل يعني ممكن نتعرف عليه، وفي أعراض نقول إحنا أيتيبيكال أو غير نموذجية. طبعا عندما يرتجع الحامض قلنا يشعر الشخص بحرقان خلف عظمة الصدر أو نسميه حرقة الفؤاد، هذه اللي نسميه الهارت بيرن المشهور. أحيانا الحامض يرتقي ويصل إلى البلعوم، يسبب مروره، يقول لك أنا الحموضة عندي وصلت الحلق، يسبب حموضة وأيضا طعم مر، هذه من الأعراض اللي هو الشائعة. أيضا قد يسبب سعال جافين. كثير من الناس نجلس معهم نشوفه يسعل كثير أو يكح كثير كده، يعني وتعود هو، بينما يمكن هو تعود على السعال من عشان مزمن، بس الشخص اللي يكون معاه متضايق. الغريبة يعني غير السعال أيضا الثروت كليرينج، يعني زي حشرجة في الحلق أو تجشع، تجشع، نعم هذا من ضمن أيضا الأعراض، تجشع. أيضا اللعاب الكثير في الفم أيضا من ضمن الأعراض. يعني بعض الناس يقول لك أنا لدي لعاب كثير في الفم. أحد يعني الأقارب سألني يعني قبل أسبوع، قال لي أنا كده يعني بعد الفطور صار عندي لعاب كثير في الفم. إيش الغريب يقول؟ قلت له هو أيضا اللي هو الهايبر سلايفيشن أو إفراط اللعاب من أحد أعراض الحامض. أيضا من ضمن الأعراض اللي هو نقول إحنا الغير نموذجية، قد يسبب ألم في الصدر، ألم في الصدر، بحيث إنه يعني نشك إنه وجود نوبة قلبية. لذلك إحنا الارتجاع الحامض أيضا يشابه يعني أمراض اللي هو آلام اللي هو القلب، وقلنا أيضا يسبب سعال، يشابه اللي هو أمراض الربو. أيضا كثير من الناس يصير لأعراض اللي هو في الحنجرة، التهاب في الحنجرة، بحة في الصوت، حشرجة في الصوت، يمكن يسبب النفس الكريه برضو بسبب التهاب الحنجرة. أحسنت بعد. لذلك كثير من الناس يروح لطبيب الأنف والأذن والحنجرة، يقول لك أنا عندي زي الالتهاب في الحنجرة، بحة في الصوت، حكة، زي وجود جسم، يقول لك زي الجسم موجود، زي يعني نسمي جلوبس، هذه شعور بكتلة في الحلق. يروح لطبيب اللي هو الأنف والأذن والحنجرة، يستغرب، يسوي له منظار اللي هو الأنف أو منظار، ويشوف عنده، يقول لك والفم، يقول لك عندك ارتجاع حامض. فيكون تشخيص من ناحية اللي هو أيضا قد يشعر الشخص باضطرابات في النوم، اضطرابات في النوم يزيد السعال أثناء اللي هو النوم، وأيضا قد يسبب انقطاع النفس، بحيث أن أثناء النوم خاصة لما يكون نحن ارتخاء في الصمام بين المعدة والمريء، يرجع اللي هو يرتجع الحامض، وقد يصل إلى الأحبال الصوتية. لما يوصل للأحبال الصوتية أثناء النوم، يجلس الواحد بسبب شرقة، نقول جتني شرقة، خلاص زي نفسي انقطع، عندي كحة شديدة، عشان الحامض يهيج الأحبال الصوتية. الأحبال الصوتية فإذا تهيجت يصير لها تشنج أو تقفل سبازم. فهذه الأعراض يعني قد يسبب غثيان،
قد يسبب غثيان وانه استفراغ. هذه بس اتكلم عن الاعراض الشائعه، غير يعني الاعراض نسميها المنذره او التحذيريه. بس قبل ما نتكلم عن الاعراض الاخرى يا دكتور، خلينا ناخذ جواهر، ما نبغاها تستنى اكثر. جميل، حياك الله. جواهر، الو جواهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت بس يعني هو الموضوع كل يوم عن الارتجاع ولا فيه غير؟ لا، اليوم عن الارتجاع موضوعنا. عندك سؤال تفضلي. ايه الارتجاع هذا مر علي، اللي هو الحموضة. ايه، لا صرت مثل جات تجيني كتمه او حاجه كذا، ورحت احط نظار قال ما استرتجاع. وحجبني يعني يمكن 3 شهور خف شوي، بس لا شيء يعني نوب ولا من اللي جلست في السيارة وكذا احس لي الميه يجي ثم تجيني كذا قحه. رحت ذا قال ما تجوب انفيه، يعني الحين خف شوي، بس بسأل وش يعني احتجب عنه عشان ما يجيني. تحتمين عنه ايش، الغذاء إيه؟ ولا ايه عن الغذاء وكذا. يلا يسمعك الدكتور، خليكي معنا يا دكتور. واضح تسأل عن الأغذية. إيه قالت في البداية العرض كان عندها بسبب التشخيص الحموضة، كان عندها سعال وكتمة. أيوة. كتمة في الصدر، اللي هي الألم اللي في الصدر يا دكتور. نعم، ألم في الصدر فعلا. يعني قلنا احنا يعني يعزز اللي هو النقاط اللي ذكرتها، أن أيضا الارتجاع الحامض قد يسبب ألم في الصدر وقد يسبب سعال، يعني غير اللي هو الأعراض المعتادة اللي هو ارتجاع الحامض، الحرقان خلف عظمة الصدر والحموضة أو المرورة في الفم. طبعا هو الإضافة، يعني في بعض الناس يقول لك أنا أخذت العلاج المضادات الحموضة أو مثبطات مضخة البروتون، وهي مجموعة كبيرة عائلة من الأدوية، أوميبرازول، بنتازول، له إزيمبرازول، نيكسيم، مجموعة كبيرة، وتتحسن عندنا الأعراض يعني بشكل كامل، بعضهم ممتاز، يقول لك بعضهم بشكل جزئي. ليش؟ لأن نقول إحنا العلاج الدوائي مكمل للعلاج الغير دوائي، يعني لزوم النمط المعيشي الصحي أو اللايف ستايل. يعني حتى لو واحد أخذ علاج ولم يلتزم بالنظام الغذائي، يعني أفرط في تناول الأطعمة المقلية الغنية بالدهون، الوجبات الحارة السبايسي، أيضا الوجبات لو الحمضيات سواء كان الطماطم، الليمون، البرتقال، الشطات، أيضا الثوم، البصل، أيضا القهوة، التدخين، النعناع، الشوكولات. طبعا هي قائمة كبيرة، وكل شخص لديه مجموعة من الأطعمة تهيج ارتجاع الحامض أكثر من غيرها. فنقول إحنا أيضا الوجبات الكبيرة، تناول وجبات كبيرة فجأة، يعني مثلا خاصة ما إحنا نتكلم عن شهر رمضان، أن بعد يعني مع الفطور يعني انقض على الطعام وتناول كميات كبيرة بشراهة بسرعة، هذا أيضا يزيد الارتجاع. أيضا أكل كميات كبيرة ومن ثم اللي هو يعني الاستلقاء مباشرة إلى الفراش، يعني أيضا هذا يزيد اللي هو الارتجاع. يعني نوعية الطعام وكمية الطعام وسرعة الطعام هذه تلعب بدور في زيادة ارتجاع الحامض. كمان في عندنا سؤال، بس خلينا ناخذ بخصوص الحليب إذا يخفض الحرقة أو لا، لكن خلينا ناخذ أبو فيصل. أبو فيصل حياك الله. أبو فيصل حياك الله. أبو فيصل اسمعني من صوت التليفون. وعليكم السلام. وطي على صوت الراديو عشان نسمعك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياك الله وحيا الله الدكتور. الله يسلمك. أنا عندي الارتجاع هذا أحيانا يعني يؤذيني مرة، يسبب لي سعال، أحيانا أقوم من النوم أكح، ما أدري أنا أخذ أي إيش أفضل الأنواع، اللي أنا أخذ البنتازول وأخذ أحيانا المكسيوم، ما أدري إيش اللي، وفي حبوب كبسولات والله نسيت اسمها الآن، أحيانا أخذها، ما أدري إيش أفضل الأدوية لهذا الارتجاع. جميل، حلو، ممتاز، جميل جدا. طبعا احنا يعني ننصح بزيارة الطبيب، استشارة الطبيب المعالج ووصف الأدوية. يعني هذه الأدوية أنا شفت كثير من يعني المراجعين أو المراجعات يعني يتناولها من تلقاء نفسه أو وصفة صديق أو وصفة يعني صيدلاني. لا، احنا ننصح باستشارة الطبيب
المعالج ليس فقط للتشخيص، يعني للتأكد من التشخيص. وإحنا أحيانا يعني تكون نسأل عن أعراض تحذيرية أو منذر أخرى قد تستدعي عمل فحوصات أخرى كمنظار وخلافه. فعشان كده إحنا نقول لابد من استشارة طبيب. طبعا بخصوص اللي هو الأدوية، لو نقول إحنا دائما نقول العلاج الدوائي هو يعني الخط، العلاج الثاني العلاج السلوكي أو تغيير نمط المعيشي. طبعا لو ذكرت هالمجموعة من الأدوية هي فعالة يعني ممتازة، بنتازو نيكسيوم، لكن يجب تناولها نصف ساعة قبل الوجبة. يعني لو أخذتها مع الوجبة ما راح تعطيك فائدة، هي تحتاج كده طريقتها نص ساعة سواء كان بنتازول أو نيكسيوم أو أوميبرازول. طبعا في دواء ثاني ذكرته أعتقد اللي هو الكبسولة اسمه ديكسلنت، هذه تعتبر من الأدوية الجديدة يعني العلاج الحامض من نفس المجموعة مثبطات مضخة البروتون. هذا يؤخذ مع الوجبة أو قبل الوجبة أو بعد الوجبة، يعني دول أكشن يشتغل في جميع الحالات. ولكن طريقة استخدام الدواء يعني مهمة جدا، وأيضا الاعتماد على الدواء فقط من دون يعني التزام بنمط المعيشي الصحي أو لا يعطي نتيجة قوية. وأيضا هذا بعد مؤشر لما الشخص يأخذ الأدوية مضادات الحموضة وما يتحسن نقول لازم استشارة الطبيب، قد يحتاج إلى عمل تحاليل أخرى. أحيانا نستخدم الجرعة، في عندنا الجرعة المخففة وفي الجرعة الأعلى، يعني مثلا نقول البنتازول منه في 20 وفي منه 40 ومناخذ مرة واحدة ومناخذ مرتين، عشان كذا يحتاج استشارة طبيب وتوجيه الطبيب. كثير من الناس يعني أخذ الحموضة فقط أن هي عرض وليس مرض، وخلني أخذ دواء الحموضة زبط معاي زبط ما زبط، لا إحنا نقول ننصح بتقنين الموضوع وزيارة الطبيب. قد يحتاج لزيارة طبيب متخصص، طبعا عندك أطباء الباطنة في هذا المجال وأطباء الجهاز الهضمي. البعض يعني يمكن يفرق، يعني ما يفرق بين أطباء الجهاز الهضمي متخصص في هذا المجال بالإضافة إلى عمل اللي هو التنظير العلوي أو السفلي المناظير. الباطنية يعني طبيب متخصص في هذا المرض ولكن لا يعمل المناظير منظار العلوي أو السفلي. إن شاء الله نتمنى يكون واضح الإجابة لأبو فيصل، بس خلينا ناخذ متصلة أخرى. فاطمة حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كلمت دكتور عفيف. يسمعك. تفضلي. أنا معي شفتي يجيني ارتجاع بالحلق، يجيني نبض دحة يعني شديدة مرة. لما نجاني يجيني شعرة نفس الحلق، يجيني نفس الشرقة. يقول ما أسد وخدت منظار على نفس الحلق، يقول ما أسد ارتجاع بالمريض. ويجيني نفس اللون، بس مو لون، يجيني تقل ضايقة، تقل مدري شو. رحت اكتشفت يقول ما في زعني لون. وكثير يعني يجيني مرة. أو أطلع برد مثل وجهي يجيني مرة. الدكتور صرف لك أدوية، صرف لك شيء، هل تجيب نتيجة؟ والله صرف لي أدوية، ممكن رحت قبل شهر رمضان. إيه. نسيني شوي شوي، بس نوب جينا زي شف. طب كيف مع الأدوية تحسن الوضع ولا؟ نعم. مع الأدوية تحسن الوضع؟ يعني تحسن الحمد لله، بس لو كنت قلت لي يرجع لي عن زي الشرقة. شعر الحلق. وما يلا عزك وبلغم عن كثير وما بلوز يعني مرة. سؤالك يا فاطمة. لا يعني مش له يعني هو له حجبه ولا أنا متانة عن الحب حارب تمام جميع الأشياء. أنا حار عن ما أدري لا وش يعني روح يجي يعني روح يجي. يعطيك العافية فاطمة، يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور أعتقد هذا اللي دخل في نمط الحياة وقد جاوبنا عليه قبل كذا، لكن اللي اتضح لنا يا دكتور إنه الأكل هو ال يعني المسبب الرئيسي للارتجاع المريئي. في حال نعم. أخذ المريض الأدوية ممكن ما تؤدي نتيجة قد ما يؤدي الحمية والامتناع عن المأكولات المقليات واللي فيها زيوت واللي ذكرتها قبل شوي. فإذا نمط الحياة هو أهم، يمكن يأتي رقم واحد بالنسبة للخطة العلاجية، صحيح دكتور؟ صحيح، يعني جدا مهم. أثنى على كلامك، يعني النمط المعيشي اللي ذكرته، أيضا السمنة. السمنة يعني وجدت من أحد أهم يعني مسببات الارتجاع. يعني السمنة والإضافة إلى يعني النمط الغذائي لها علاقة يعني قوية وثيقة بالارتجاع. أيضا إن إحنا تناول الكميات الكبيرة من الطعام
والسرعة في تناولها تزيد من الارتجاع، خاصة يعني في شهر رمضان. خاصة مثلا الآن تناول وجبة سحور كبيرة دسمة واستلقاء مباشرة، أو أيضا نحتاج إذا كان ولا بد أن الواحد مثلا بعض الناس بعد تناول الوجبة يشعر بالدواخ، يشعر بالنعاس، هذا بعد الفطور، هذا شيء طبيعي لأن كمية الدم التي تضخ إلى الجهاز الهضمي الأمعاء والمعدة كمية كبيرة، حوالي تقريبا 25% من إجمالي الدورة الدموية، فبالتالي يشعر يقل تدفق الدم للدماغ، فالواحد يشعر بالنعاس. فنقول إحنا إن كان ولا بد الواحد يحتاج ينام بعده، يعني يرفع جذع الجسم بمقدار 30 درجة، عرفت، يعني حط له مخدات أكثر، هذه بعد مهمة. أيضا استخدام الملابس الضيقة، السير، المشدات يا دكتور، خاصة مشدات الرياضة، يعني ما ممكن تفيد أو تزيد المشكلة؟ تزيد بعد مهم جدا الرياضة. إحنا عشان نقول إحنا رمضان والرياضة، إحنا نقول بعد تناول يعني وجبة ويعني بعد الأفطار مثلا نقول أو بعد السحور وممارسة رياضة شديدة، رياضة شديدة مثلا كمقاومة، كجيم، رفع أثقال، قد تزيد من الارتجاع، تزيد من الارتجاع أيضا. ولكن إحنا نقول الرياضة الخفيفة، المشي جدا، يعني المشي السريع أو المشي البطيء مناسبة جدا. في أيضا نقطة مهمة للمسببات الأدوية، عشان إحنا الأدوية في بعض الأدوية تزيد من الارتجاع، مثلا نقول الأدوية الآن الشائعة أدوية السمنة، كثير من الناس يستخدم، يعني أكاد أجزم أن من أكثر الأدوية الآن تستخدم في المملكة اللي هي أدوية السمنة، مثلا زي الأوزيمبيك وسكسندا فيكتوزا ترولستي، مجموعة كبيرة يعرفها الكثير من المستمعين، هذه أيضا من مضاعفاتها تزيد الارتجاع. جيد جدا، هي تزيد الارتجاع وتقلل الوزن، لكن بعد لو تخلص الوزن الزائد تقل عندهم اللي هو الارتجاع، لأن احنا قلنا السمنة هي مسبب أيضا. احنا نقول لا يستغرب من يستخدم هذه الأدوية أنه يزيد عنده الارتجاع أو الحرقان. أيضا في بعض الأدوية التي تستخدم قبل ما نستكمل يا دكتور بقية الأدوية، نعتذر منك، بس معنا سلمان متصل، قطع الاتصال، ارجع كلمنا يا سلمان مرة ثانية، نعتذر لك. بالنسبة للأدوية دكتور، هل نقدر نقول أدوية الضغط، أدوية السكر ممكن تسبب لنا هذه المشاكل؟ شوفي، بالنسبة أدوية السكر، أدوية السكر هي اللي ذكرتها أنا، عرفتي، أدوية السكر، مجموعة من الأدوية اسمها GLP-1 لو هرمونات تحتوي على لو GLP-1 هرمون الشبع اللي يسد الشهية، تستخدم هذه تعالج السكر وتعالج السمنة وتزيد الارتجاع. لكن بقية الأدوية الأخرى الحبوب ليس لها علاقة بالارتجاع. أيضا أدوية الضغط ما عندي يعني أي معلومة، يعني دواء من أدوية الضغط يزيد اللي هو الارتجاع، قد تزيد اللي هو بعض أنواع تسبب سعال، تسبب كحة جافة. في أدوية الهشاشة، في نوع من الأدوية اسمه فوسماكس يزيد الارتجاع. في مجموعة من الأدوية جدا مهمة أنبه عليها، مسكنات الآلام القوية اللي هو مضادة الالتهاب، اللي هو نسميه نانسترويدل إنسيد، اللي هو الفولترين، البروفين، ميفامينيك أسيد، وهي مجموعة كبيرة. هذه الأدوية طبعا قد تأتي بمسميات يعني دوائية تجارية كثيرة، هذه الأدوية قد تزيد من الارتجاع الحامض، تسبب التهاب في بطانة المعدة أو التهاب المعدة، تسبب قرحات، تسبب نزيف الجهاز الهضمي، وخاصة في كبار السن ومن لديهم مشاكل لو يعني صحية متعددة. أيضا الأسبرين ضمن الأدوية اللي تهيج أيضا بطانة المعدة وتسبب تقرحات، فلذلك يجب استخدامها يعني تحت إشراف طبي. في موضوع مهم جدا عشان لا ننسى التدخين. التدخين من أهم اللي هو أسباب الارتجاع، ويعني يدرك كل المدخنين إنه يقول لك أنا عارف هو السبب، يجيك العيادة يقول لك أنا عارف السبب عشان الدخان. الدخان أيضا، الكحول، مشروبات الكحولية أيضا هي تزيد من الارتجاع، إضافة إلى يعني ما نتكلم عن النمط الغذائي واللايف ستايل. في أيضا موضوع آخر يا دكتور، اللي هو يحصل للنساء الحوامل يرتخي فوهة المعدة، ترتخي عندهم، فإحنا نعرف أن المرأة الحامل ما تقدر تأخذ أدوية كثير، فتضطر تأخذ أدوية الحموضة الموجودة في الصيدليات المتداولة، فإيش نصيحتك بهذا الخصوص يا دكتور؟
نعم جميل، يعني هذه من ضمن العوامل الخطورة أو مسببات ارتجاع الحامض في يعني عند الحوامل، بسبب اللي هو تغيرات الهرمونية. هرمون البروجسترون يسبب ارتخاء أو ريلاكسيشن حق اللي هو الصمام اللي يربط بين المعدة والمريء، وأيضا الأوعية الدموية، فيزيد لديهم الارتجاع. قد أيضا يعني تخيل يكون مع الارتجاع يكون عندهم بعد غثيان، عشان غثيان الحمل أو استفراغ الحمل. فكل هذه إحنا الآن أدوية اللي تكلمت عنها مثبطات مضخة لبروتون آمنة لدى الحوامل، وإحنا نقول يجب يعني صرفها من الطبيب المعالج، طبيب النساء. يعني طبيب النساء لديه خلفية كاملة، أو طبيبة النساء، بجميع الأدوية المناسبة للحمل للحامل، فهي آمنة ممكن استخدامها. لأن بعض أنا شفت بعض المراجعات الحوامل يعني تعاني معاناة شديدة أثناء اللي هو فترة الحمل، ولا تأخذ أدوية خوفا أن هي ما هي آمنة. لا، آمنة وفعالة. طبعا في أدوية ثانية ما ذكرناها اللي نسميه تعادل الحامض، اللي هو يعني احنا تعرف ان احنا نقول الحموضة يعني تحتاج مثلا زي ما قلتي بعض الأطعمة اللي هي القاعدية أو القليوية تعادل الحامض، مثلا زي الموز، زي الحليب، زي الشوفان، زي العسل، زي الشمر. شفت الشمر هذا أيضا يستخدم مضاد للغازات، وأيضا زي بعض الخضروات الورقية أيضا هذه شائعة، يعني ليست ممكن شائعة في الرياض، في مناطق أخرى نوع اسمه الحندبان، هذه بعض أيضا موجود في العطارين وبعض الأماكن اللي هو محلات الخضار، هذه أيضا تخفف. هذه علاجات. كيف يتم تناولها يا دكتور؟ كيف يتم مع الأكل أو مع الأدوية؟ يعني ما تصلح تعارض؟ لا، يعني الحين مثلا واحد يقول لك ما أبغى أخذ دواء، يعني تكلم واحد ما أبغى أخذ دواء، أنا أبغى بس فقط. بعض الناس يقول لك ما أبغى أبتعد عن الأدوية، أبغى أستخدم شيء طبيعي. فهذه اللي ذكرناها يعني خيارات يعني مناسبة. في أيضا دواء غير مثبطات مضخة البروتون الشائعة، مثلا اللي يجي تامز، نسميه تامز. هذه التامز هي تحتوي على بيكربونات صوديوم، زي حتى بعد يعني شفتي الخميرة. الخميرة يعني نسبة يعني مادة قلوية قاعدية، أيضا ترى تخفف اللي هو الحموضة. هذه من ضمن الأشياء الأغذية اللي تخفف الحموضة. فهذه في عندنا التامز اللي يسموها أدوية التامز، هذه تحتوي على مادة اللي هو قلوية تعادل الحامض، هذه عشان تعطيك استجابة سريعة، مثلا زي جوفكسون لو سمعتي، زي أدوية أخرى يعني مكسال، هذا يكون زي الحليب، هذه تحتوي على وسط قاعدي يعادل الحموضة ويعني يخففها مباشرة. تختلف عن أدوية الحموضة اللي نسميها مثبطات مضخة البروتون، تمنع يعني الواحد يستخدمها عشان لمنع اللي هو الحامض للسيطرة عليه. يعني واحد جت نوبة حموضة واستخدمه مع الأدوية هذه راح تسيطر على الوضع، تعطيه وقاية. وأحيانا أيضا بعد إذا جت العرض الحموضة ممكن بعد تخفف الأعراض مباشرة. نرجع نقول مرة ثانية يا دكتور أن كل الأدوية اللي ذكرناها في هذه الحلقة لابد أن تعطى باستشارة طبيب، لأنه هو اللي بيشخص الحالة، هو اللي بيحط الخطة الطبية، صحيح يا دكتور؟ صحيح جدا يعني. طيب إذا سؤال أخير على عجالة، ما نسبة الشفاء في عند مرضى الارتجاع المريئي يا دكتور؟ طبعا يعتمد، اللي هو مرض مزمن، ولكن يعني بالإمكان السيطرة عليه. يعني شخص مصاب يعني لا يتشافى منه، لكن يسيطر عليه ويعيش يعني مدى الحياة بدون أي إزعاج ارتجاع الحامض. يعني أنت يعني طبيب نفسك، أنت يعني تتخير الأطعمة المناسبة لديك التي لا تهيج الحامض. كل شخص يعرف قائمة الأطعمة، أيضا النمط المعيشي الصحي، تجنب السمنة، التدخين، الإفراط في الأطعمة، الكميات الكبيرة، أنواع الأطعمة، المقالي إحنا نقول دائما الحياة موازنة. بعض يقول لك طبيب مثالي ده كيف، ما أقدر أنا. نقول إحنا دائما صحيح الحياة دكتور. بشكل عام الموازنة، صحيح. فإذا الإنسان هو طبيب نفسه، هو اللي يعرف إيش ممكن يضر جسمه وإيش ممكن ينفع. دكتور محمد آل شيف، الاستشاري في أمراض الباطنة وأمراض تخثر الدم، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا.
شكرا للاستضافة. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على المشاركة وعلى حسن المتابعة. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذه تحيات فريق العمل، نورة مطيري من الإعداد، بدر الشهري وعد الدوسري من الإخراج، وأنا بدرية خالد. أنتظركم غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.